ومعايا على الهاتف الفنان الكبير هاني شاكر. وهاني والهاني او الاستاذ هاني، الحقيقه امبارح احنا اذعنا خبر جميل انه يعني رجع في الاستقاله، وده طبعا بعد مطالبات كثيره من نقابه الموسيقيين وكل العاملين في النقابه. هاني اصدر بيان النهارده. مساء الخير يا استاذ هاني. اهلا بيك يا استاذه نميس، ازي حضرتك؟ يعني اولا انا شخصيا سعيده انه يعني برغم انا عارفه العبء قد ايه، بس انا سعيده ان حضرتك رجعت لان النقابه محتاجه لك. ربنا يخليكي. والحقيقه طبعا انا يعني مش عارف اشكر يعني جموع الجمعيه العموميه اللي اسعدني وجودها امبارح في هذه تظاهره الحب اللي طوقتني بجميلها بشكل كبير جدا. اشكر مجلس الاداره والنقابات الفرعيه والناس العاديه حتى، والله يا استاذه لميس، اللي يعني عملت مداخلات ولقيتهم بيبعتوا لي مسجات وبيكلموني وبيشوفوني في الشارع. يعني انا بتمنى انه يعني يا رب الفتره اللي جايه دي كده يعني نستمر في مسيره النجاح للنقابه والتطور ونخدم يعني بجد الناس اللي محتاجانا، صغار الموسيقيين وبسطاء الموسيقيين، ودول اهم ناس الحقيقه هاني طبعاً. لان انت بتقدم لهم الحقيقه، او النقابه يعني انت بتساعد ان النقابه تقدم لهم خدمات كويسه. ده هدفنا والله يا استاذه لميس. يعني انا بعتبرهم دول، لان هم كمان هم دول الاكثريه اللي كانت موجوده في النقابه امبارح، واللي في جزء كبير منهم اعتصموا لحد ما ارجع في قراري. يعني كل ده خلاهم بالحقيقه يعني اشيل جميلهم ده في رقبتي، ويقدرني ربنا يا رب دايما اني اعمل لهم كل حاجه حلوه. انت استقلت ليه؟ انت استقلت انزعاجا زي ما انا فهمت، انزعاجا من التطاول وحده انتقادات. ما هو ده مش طبعاً. بس ده مش هيقف يا استاذ هاني للاسف. والله لا لا، لازم يقف يا استاذ هاني. يعني انا مش عايز ده يبقى ده اسلوب حياتنا في مصر، مش عايز ده يبقى نهج النقد في مصر. ما انا ممكن انا انقد، لكن انقد باحترام وانقد بـ 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 بادب، لكن ان انا اجرح الناس ده مش نقد. ان انا اهاجم الناس بـ بـ بدون مبرر ده مش نقد. يعني ناس كتير افتكرت عشان الموضوع الاخراني بتاع الحفله اللي ما كانش لها تصريح او كده هو ده السبب، لا خالص. لكن انا لما حسيت المساله خرجت عن حدود اللياقه والادب والاحترام، انا يعني نقيت بنفسي بعيد وقلت انا احسن لي ان انا ابعد. لكن يعني انا مش عايز كمان نقول بينا وبين بعض يا استاذه لميس ان هو خلاص بقى ده حال النقد في مصر النهارده وهو ده الطبيعي. لا، هو مش ده الطبيعي. مش ده الطبيعي ان انا اكلم يعني الكبير بهذا الشكل، واكلم اللي في مركز يعني خدمه عامه للناس بهذا الشكل. مش ده مبرر ان انا اقول هو ما دام نزل خدمه العامه يبقى من حقي ان انا رايح يبقى يستحمل بقى. لا، ما فيش حاجه اسمها كده. لا طبعا، ما طول عمرنا شايفين الناس بتنتقد رؤساء جمهوريه وبتنتقد وزراء وبتنتقد اعلام وبتنتقد الدنيا كلها. ما فيش الخروج عن المألوف الا في الفتره الاخيره بحجه ان دي حريه التعبير وحريه. لا لا، دي مش حريه، دي بالعكس ده اعتداء على الحريه. ودي حقيقه والله يا استاذ نميس، ده اللي يوصل للناس كلها ولازم يوصل للناس كلها. وانا بقول النقابه، نقابه الموسيقيين النهارده اللي في بعض الناس للاسف الشديد قالت دي نقابه الالاتيه. انا يشرفني ان انا اكون الاتي، انا نقيب الالاتيه، انا يشرفني ده، لان الالاتيه دول هم دول اللي عملوا مزيكا في مصر، وهم دول اللي يعني عايز اقول اساس النقابه في مصر طبعا، مش بس في مصر وفي العالم العربي كله. لا، واحنا عندنا احسن آلاتية في العالم العربي، يعني عايز اقول لك احسن عازفين، احسن فنانين الحقيقه. يعني بس بصي الطريقه بقى يا استاذه لميس، بصي الطريقه اللي بياخدوا بيها النقد وبياخدوا بيها الكلام. يعني هل 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 ده الاسلوب اللي احنا عايزين نتعامل بيه مع بعض؟ يعني لو انت حتى مختلف معايا يا اخي في قرار انا اخدته، ده مش من حقك انك انت تجرحني ولا تجرح تاريخي ولا وانا مش هسمح لك، لا دلوقتي ولا في الفتره اللي جايه. النقابه على فكره هم هيشوفوا ان احنا ايدينا في ايدين بعض، والجمعيه العموميه ايدها في ايدي، ومش هنسمح لاي حد يتطاول، لا عليا ولا على النقابه ولا على اصغر عضو في النقابه. استاذ هاني، اكيد سمعت النهارده الكلام عن اعتزال الفنانه شيرين. احنا حاولنا نتصل بيها الحقيقه تليفونها مقفول. هي كانت سابت فويس ميل لاحد زملائنا الصحفيين بانها اعتزلت الفن تماما وبدون رجعه. هل اتصلت بشيرين؟ تعرف ايه الحكايه؟
والله حاولنا كتير، وفي كتير في اعضاء مجلس الاداره مشكورين حاولوا يتواصلوا معاها ويتواصلوا مع اي حد يعني يقدر يتواصل معاها. الحقيقه مش عارفين خالص، هي قافله موبايلها. وعلى فكره احزنني جدا، زي ما احزن كتير من محبين شيرين الخبر ده. يعني انا مش شايف اي مبرر. انت فنانه جميله وربنا اداكي حب الناس، اداكي النجاح، واحنا عندنا كم مطربه في مصر زي شيرين مثلا استاذه لميس مثلا، يعني لما نبص نلاقينا احنا بنتكلم في 4 5 6 مطربات، الى جانب برضه حوالي 7 8 9 10 مطربين، واحنا 90 مليون. فلما لما لما ركن مهم وجزء مهم من 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 هذه النجوميه المصريه الفنيه ياخد جنب، انا بعتبر ان دي كارثه كبيره وخساره كبيره والله. وبتمنى من كل قلبي يا رب تكون سامعاني شيرين وسامع صوت كل الناس اللي بتحبها. يعني بجد حتى لو انت عندك مشاكل داخليه خاصه، ما تخليش ده ينعكس على القرار يعني انا عايز اقول ايه، ده قرار خطير جدا، صعب جدا على اي فنان بالذات اللي بيغني كتير. وان كنت انا تعرضت لده في يوم من الايام يا استاذه لميس لو تفتكري، يعني انا فعلا في لحظه مضايقه ويأس وغضب وانفعال، يعني بس انا ما خدتش القرار كده صراحه. انا قلت انا بفكر في الاعتذار، انا ما خدتش هذا القرار، لكن لقيت ان مش يعني لا مش من حقي انا كفنان، لان في جمهور بيحبني وفي مسؤوليه طبعا وفي تاريخ مستنيني وفي بلد سعيده بوجودي انا كفنان وبوجود شيرين كفنانه وبوجود ناس كبار كفنانين. مش من حقي انا كده اجي اروح اطفي النور واقفل الباب وخارج. صحيح. لا يا اتمنى ان شيرين تكون سامعه صوت حضرتك وصوتي وصوت كل الجمهور. وانا بشكرك مره اخرى هاني شاكر، شخص يتحمل المسؤوليه الحقيقه، وانا عارفه ان انت شايل على كتافك مسؤوليه كبيره في نقابه الموسيقيين، مسؤوليه الصغيرين قبل الكبار، والصغيرين اهم من الكبار الحقيقه.